ربنا يا رب يحمي مصر وجيش مصر وشعب مصر العظيم. اهتمام على أعلى مستوى بمشروع التجلي الأعظم ومتابعة دقيقة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بهذا المشروع. النهاردة كان الدكتور مصطفى مدبولي في سانت كاترين بيتابع المشروع، بيتابع التطورات اللي بيحصل فيه. أما تقعد كده وتقرأ من على معلومات سواء موقع رئاسة الوزراء أو وزارة السياحة، تحس ان في خطة، في دراسة، في هدف من إقامة هذا المشروع. ترويج للمشروع ده تم خلال الثلاث شهور القادمة للتسويق للمنطقة كلها. ما بنتكلم للتسويق يبقى هنا بنتكلم على سياحة، قد تكون سياحة دينية، قد تكون سياحة يعني بتتكلم في أنواع كتيرة للثقافة في للسياحة في هذه المنطقة، من سياحة ثقافية، بتتكلم في بحر، بتتكلم في حاجات كتيرة قوي موجودة في الروحانيات الجميلة اللي موجودة في هذا المكان. مردود هذا المشروع إيه على السياحة المصرية؟ كيف يرى رجال السياحة؟ خليني أرحب بالأستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عزيز. اهلا بحضرتك استاذ مجدي. شايف بعين رجل السياحه هذا المشروع ازاي؟ طبعا مصر ارض مقدسه، فقد تجلى عليها الله سبحانه وتعالى دون بقاع الكون كله. نعم. وحضرتك بتقولي مصطلح التجلي الاعظم. لجميع شعب مصر اقول ان اختار هذا المصطلح بنفسه فخامة الرئيس السيسي. وهو الذي أطلق مصطلح التجلي الأعظم على هذا المشروع العظيم. أيوه. ده بجانب إن إحنا نعلم إن المدينة اللي هي مدينة سانت كاترين فيها كنيسة سانت كاترين وبها شجرة العليقة، ولكن مشروع التجلي الأعظم ده مشروع لجميع الأديان. أيوه. وعشان كده بيتعمل فيه تطوير قصير جدا، وكان طبعا فخامة الرئيس هو المتابع الشخصي لهذا المشروع. نعم. ودولة رئيس الوزراء مصطفى بيه مدبولي كان عقد اجتماع مع وزير السياحة، وزير التنمية المحلية، وزير الإسكان، ومجموعة من الوزراء، وزير الطيران. مردود ده ايه على السياحة المصرية يا استاذ مجدي؟ خلينا نقول ان هو قبل ما يكون ليه مردود على السياحه المصريه فده اداء مشاعر، ده مكان مقدس. نعم. لتاديه المشاعر وتاديه المشاعر وتقصيه هذا المكان هتبقى في تميز. حضرتك حضرتك السياحه بتقصي ان اي انسان بينتقل من مكان الى مكان باي غرض كان، سياحه دينيه، سياحه ترفيهيه، اي نوع من الانواع الذي ينشدها في انتقاله هذا، فبنطلق عليه لفظ سياحه كلفظ عام. أي. ولكن السياحه المقصوده في منطقه سانت كاترين هي السياحه الدينيه، وبنبتدي دلوقتي نربطها بجميع دول العالم، بيبقى فيه من ماليزيا ومن افريقيا. هي. ومن امريكا ذات نفسها، بعض مسلمين امريكا طالبين ان هم يعملوا يومين في سانت كاترين. أيه. يا قبل الذهاب للعمرة في مكة المكرمة. الله. طريقهم للعودة. أيه. ودي أيه. من الخطط اللي موجودة وبتبتدي تدرس، وعليها طلب عظيم جدا 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 من جميع دول العالم. وبمجرد ما سيطلق الافتتاح بحضور فخامة الرئيس وبحضور القيادات الدولية وملوك ورؤساء والقيادات الدينية لجميع الأديان، هيتعمل فيه هيا نصلي معا، كل يصلي، لأن ديت للأديان الثلاثة واللي هي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. إذن يعني اهتمام على أعلى مستوى، بنتكلم في مشروع التجلي الأعظم، تبع دقيقة من دكتور مصطفى مدبولي لهذا المشروع ولهذه المنطقة، منطقة سانت كاترين.